نجم امير شاهين، برحب بيك معايا في وش، ببارك لك على مستر اكس. تجربتك في مستر اكس تحب تقول؟ الله يبارك فيك، ميرسي، ربنا يخليك. تجربه جميله وانا سعيد بيها جدا جدا جدا، لانها اول تجربه كوميديه ليا، وان شاء الله ابقى خفيف كده على الناس ان شاء الله. دايما يعني الافلام بتتأنى فيها، يعني ما بتحب انت تختار ادوارك خصوصا كمان في السينما اكتر من الدراما، هل ده حقيقي ولا يعني الى حد ما زي ما انت بتقول، يعني هو الواحد ما يبقاش متواجد وخلاص، ولكن الواحد يبقى متواجد دايما بحاجه جديده او حاجه تعلق مع الجمهور، دي تبقى حاجه حلوه. العيد بالنسبه لك بيمثل لك ايه وبتقضيه ازاي؟ العيد فرحه معروفه، بتعمل ايه لا العيد يعني العيد للاسره وللاصحاب، والسنه دي اول عيد ليا معايا ولادي مريم ومراد، فيا رب ان شاء الله يبقى عيد جميل علينا جميعا ان شاء الله. تبقى حريص في العيد اللي انت تجمع العيله كلها، ولا استاذه الهام هي اللي بتجمع؟ مين فيكم اللي بيعمل ده؟ والله الهام طبعا اللي بتجمعنا اكيد، بس الواحد بيبقى حريص ان احنا نجمع كلنا، نجمع بعض. هي عاده عندنا، امي الله يرحمها معودانا عليها من زمان، ان احنا دايما لازم العيد ده مقدس بالنسبه للعيله، ولو على الاقل اول يوم. عايز اعرف ايه الجديد ليك الفتره الجايه انت بتحضر له؟ لسه والله يعني لسه اهو بنخلص مستر ايه، لسه مخلصين مستر اكس، وان شاء الله يعجبكم النهارده في العرض، وان شاء الله يبقى في حاجات قريب. جدا يا امير، شكرا، ميرسي، ربنا يخليك، ميرسي.